فلاح مختار رمضاني منطقة مخشمية باجي جنوبية. جنيات ارتفاع في المزود في القطاع الغيار في كل شيء. فما برشا زيادة؟ ياسر. لا نحن تعبين فوق الحساب. برشا معناها تعبين. برشا. ربي يديهم ينظرون. أنا فلاح من منطقة بشوك. بالنسبة للتراكتورات والقطاع غيار غلاء، ثم غلاء كبير ياسر. ما عادش تو الفلاح ما عادش قادر باش يوصل لي يخلص كيما نحن الديون نتاعه، او ما عادش قادر باش يشري قطاع غيار، ولا ما عادش باش ينجم يشري حتى عجله للتراكتور. كل عام غلا مشط، غلا زيادات كبيره ياسر. الواحد الفلاح كي يلقى دعم من الدوله ينجم ينهض بالفلاحة ويبركوا عليه في الحاجات، ديما زيادات. الفلاح يبرك معاشني، ما عادش ينجم يقاوم. أنا فلاح من باجي. الفلاحة كانت قبل لما تو تعب شوي. من ناحية من ناحية المصروف، من ناحية الغلاء نتاع السلع، من ناحية كل شيء. يا حسرة على الفلاحة، أقسم بالله اللي كانت قبل الماكلة الفلاحية غلات برشا؟ فوق الطاقة. المواد الفلاحية والبياسات والمزوت، من غير ما نقول لك بالله العظيم اللي العادي تقربها. شو الأسوام نتاعها؟ نعم؟ الأسوام غالية برشا؟ لا، شاريها كيما تشايب تقريب ثم 6 سنين. شهر 20 تو يعطوني 30 في العام، من بعد العام ما باش نبيعها. اقسم بالله من الاخر عطوني 30 و28، وتو هاني راقد برا مرضت السنه راقد.